مني لما حطوش مكسرات على الرز بلبن؟ يعني اودي وشي منين بقى؟ اقول له ايه لما يجي وهو مش لاقي مكسرات على الرز بلبن؟ يا ربي ايه انت اللي بتعملي ده؟ حبي حبي، بص انا جايبه لك الزياره شويه حاجات كده قوتك بيها يا حبيب ماما. دورة؟ ايوه حبيبي، دورة مشوي ودي سوداني ودي يا حبيب امي انا، وادي لب. اظن بقالك كتير ما شفتش لب صح؟ بقالي كام سنه ما اكلتش لب. وحياه النبي خد يا حبي. حبيبي يا مو، حبيبي يا مو، وحشتني يا حبيبي. بص ده ايه؟ تنشوكي. تنشوكي؟ ايوه. حمص. ايه رايك؟ انت مقتنع ان انا باكل الحاجات دي كلها؟ طبعا. امال ايه؟ ما بتاكلش الحاجات دي؟ باكل الحاجات دي. لو النبي هتاكلها، ده انا شايلها على قلبي من مصر يا مو. بطاطا. طبعا. ايه؟ ايه؟ بتقول الأوضة اللي بناها مين؟ ويليام كنت؟ الملكة إليزابيث عملت عيد ميلادها هنا؟ إيه؟ قعدت هنا على الكرسي ده؟ إن شاء الله. يا دي الفضايح. لا لب أبيض ولب سوري لسه ده أنا معايا بلاوي، بس أنا مش عايزة يعني، بس بص ترمس. بس بقى خلاص كفاية كده. أنا شايف كفاية برضو كده. إيه رأيك؟ كفاية. سوداني؟ عايز إيه؟ تبتدي بإيه؟ باكل بطاطا. طيب. انا باكل بطاطا. تعال تعال نروح نقعد في حته تانية يا اخويا، ناكل براحتنا. ناكل بطاطا احنا ولا يهمنا ابو صلاح عندنا. هاو او